أتقاسم مع الشعب الجزائري هذه الفرحة العارمة بنجاح الفريق الوطني وتألقه بنتيجة 4 أهداف بدون مقابل في ملعب نيامي. كان أداء رائع وكان أداء فيه كثير من الاحترافية وأثبت جدارة الفريق الوطني. تهانينا للشعب الجزائري بهذا الفوز، تهانينا أيضا للفريق الوطني بهذا التألق وبهذا الأداء الرائع، تهانينا للناخب الوطني وتهانينا للفريق المسير الذي رافق الفريق الوطني. نتمنى أيضا النجاح للفريق النيجيري الذي أثبت روح رياضية عالية. أيضا الجمهور النيجيري نحييه على الروح الرياضية العالية، وتمنى التوفيق للفريق الوطني في المقابلات القادمة من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022.